وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات كلمة شكر وفخر وتعزيز وإكبار وإجلال لشهداء الوطن حماة ترابه وحدوده، وذلك بمناسبة يوم الشهيد. إلى التفاصيل. أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أننا في بيتنا المتحد الموحد قادرون على صون الدولة التي أسسها الآباء على قيم البذل والعطاء ومناصرة الحق ونصرة المظلوم، ولن تزيدنا تضحية أبنائنا الشهداء إلا عزيمة وإصرارا وقوة وتماسكا وتلاحما. مضيفا سموه أن ذكرى شهدائنا ستظل حية حاضرة في ذاكرة الأجيال وخالدة في الوجدان. ووجه سموه في كلمته بمناسبة ذكرى يوم الشهيد التحية للشعب الأبي وأبنائنا جنود وضباط وقادة قواتنا المسلحة المرابطين في ميادين الشرف حماية للوطن وإعلاء لرايته ودفاعا عن دولته، والتحية لجميع أبنائنا وبناتنا العاملين في ساحات العطاء وميادين الواجب كافة الأمنية والمدنية والإنسانية داخل الدولة وخارجها. وأضاف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إنه في هذا اليوم الذي نعلي فيه قيم التضحية والفداء وحب الوطن نرفع أسمى آيات التكريم والعرفان والإجلال لأبطالنا شهداء الواجب الوطني الذين سطروا بدمائهم ملحمة الكرامة والعزة، مترحمين على أرواحهم، متقدمين بجزيل الشكر لأسرهم. وأكد سموه أن الوطن لا ينسى أبدا من بذلوا الدماء وقدموا الأرواح فداء له، وستجد أسرهم وأبناؤهم من الدولة والمجتمع كامل الرعاية والعناية. وفي موازاة ذلك قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحية إجلال وإكبار لأهل الفضل والمروءة والمكارم أبناء الإمارات الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وجادوا بأرواحهم نصرة للحق والوطن والأمة. وقال سموه في كلمته بمناسبة يوم الشهيد إننا نجتمع اليوم قادة وشعبا حول شهدائنا الأبرار نحيي ذكراهم ونؤكد أن دماءهم الزكية محفوظة في صدورنا. وفي السياق ذاته أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن أسمى ما يقدمه المرء لبلاده هو أن يجود بروحه من أجلها، وهو ما يقدمه الأبناء البواسل في قواتنا المسلحة الذين يعملون بكل التفاني والإخلاص والولاء لبلادهم، والذين نعتز بهم وبعطائهم ونشد على أياديهم، فهم فخر الأبناء وعز البلاد ودرعها القوية. ووجه سموه في كلمته بمناسبة يوم الشهيد تحية عاطرة لأسر الشهداء في هذه المناسبة. وفي كلمة بمناسبة يوم الشهيد أيضا أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الاحتفاء بيوم الشهيد يجسد فخر الدولة قيادة وحكومة وشعبا بتضحيات شهدائنا الأبرار ويؤكد اعتزازها بهم وما قاموا به من أعمال عظيمة. وبالتزامن مع يوم الشهيد أكد صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن دماء الشهداء الزكية التي سالت خلال تأديتهم الواجب ومساندة الحق والدفاع عن الأشقاء هي دماء طاهرة تمثل المعنى الحقيقي للوفاء لمبادئ الأخوة الخليجية ونجدة الأشقاء. وبمناسبة يوم الشهيد أيضا أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن يوم الشهيد هو يوم تكريم الرجال الأوفياء الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وبذلوا الروح رخيصة من أجل أن تبقى راية الإمارات مرفوعة خالدة، مشيرا إلى أن الأوطان لا تبنى دون تضحية أو فداء. وبنفس المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن أبناء قواتنا المسلحة قدموا نموذجا في التضحيات وجادوا بدمائهم لرفع شأن الوطن والذود عن حياضه ومبادئه بجانب ترسيخ الأمن والاستقرار. وقال سموه أن الاحتفال بيوم الشهيد هو تعبير عن الإجلال والتقدير لشهداء الوطن الأبرار.
وفي السياق ذاته أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة في كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن احتفال دولة الإمارات بيوم الشهيد هو تقدير منها للشهيد الذي وهب روحه فداء للوطن وأرخص الغالي والنفيس وجاد بأغلى ما يملك في سبيل صون الأوطان.